في مقابل تزايد التداعيات الأمنية والسياسية للأزمة السورية على لبنان، شهدت الحدود بين البلدين انفراجاً ترجم بعبور شاحنات تصدير برية لبنانية كانت محتجزة لخمسة وخمسين يوماً في الجانب السوري من الحدود، وذلك رداً على منع عبور صهاريج المازوت إلى الداخل السوري. وصلنا شيء شهر ونص شهرين تقريباً. والله في سيارات شيء حوالي 200-300 سيارة فيه. خمسين يوم، كم شاحنة فيه؟ بلاوي. هذا الانفراج سبقه مرور 13 صهريج مازوت إلى الأراضي السورية بمواكبة أمنية لبنانية. عبور الصهريج تم على مراحل، كان آخرها مساء الاثنين حين عبر آخر صهريج من المجموعة، وكان تعطل في وقت سابق في بيروت، لكنه عاد وأكمل طريقه إلى الداخل السوري من دون أي اعتراض. الله سبحانه وتعالى يسر معنا وقالوا لنا نشهد حالكم انتم السيارات السورية، بعدين اجى كمان تعليمات للسيارات اللبنانية وكمان مشوا سيارات سورية لبنانية سوا. عودة حركة التصدير في مقابل عبور الصهريج تركت ارتياحاً على الحدود اللبنانية السورية وما بين السائقين الذين وإن شككوا في الأمر أملوا في أن يدوم هذا الارتياح وقتاً طويلاً.